بسم الله الرحمن الرحيم. باقي الروس. طيب ركز معي، راح نعدل الروس هذه اللي عندنا، هذا الرأس مع هذا الرأس، نبادل بينه. لاحظ ان هذا برتقالي اخضر وهذا برتقالي اخضر، هذا الرأس يبقى يجي هنا، هذا أي لون؟ أحمر، شوفوا أحمر وأزرق، هذا أحمر وأزرق، نبادل الرأس هذا مع هذا. إيش يقول القانون؟ يقول إذا بتبادل الرأس هذا مع هذا، أوتوماتيك راح يتبادل معك الرأس هذا مع هذا، واضح؟ هذا مع هذا، تبادل هذا مع هذا. طيب نجي حق اللي تحت، نشوف هذا، شوف اللي تحت اللي راح يتبادل مع اوتوماتيك، هذا أحمر هذا أخضر، هذا أحمر هذا أخضر، هذا ويش؟ برتقالي وأزرق، هذا برتقالي وأزرق، ينفع. طيب إذن هذا تحت، نبادل هذا مع هذا، يتبادل اللي تحت معه، لكن القانون وش يقول؟ يقول القانون إن إذا كان تحت وجهه أبيض لازم يصير على جنب هنا في الظاهر اللي أنت تشوفه أبيض، وهنا أبيض، عندنا هنا مو أبيض، الأبيض تحت، طالع في الوجه هنا أبيض، هنا أخضر، كيف أجيب الأبيض في هذا الوجه؟ سهل، أفره كذا، أفره كذا، صار أبيض أبيض، ثم أبادل هذا مع هذا، أبادل هذا مع هذا، أقول أزرق أزرق، أحمر أحمر، أعيد نفس القانون مرتين، يعني كله يصير 3 مرات، سويته مرة باقي مرتين، أزرق أزرق، أحمر أحمر، باقي مرة، أزرق أزرق، أحمر أحمر. يا سلام، الآن أرجع اللي فريته، هذا أزرق وهذا أزرق، أرجعه. الآن أعيد نفس القانون 3 مرات، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، باقي مرة، أزرق أحمر أحمر، خلاص الآن ضبط. تجي لاحظ صار الأبيض هنا والأبيض هنا، وتحت أبيض مناسب للقانون، لازم يصير هنا في الظاهر أنت تشوف أبيض، هنا أبيض لأن تحت أبيض، فوق لازم واحد منهم أصفر، أفر أنو واحد منهم، هذا أو هذا، أفر هذا مثلا، صار فوق أصفر، وطبق نفس القانون 3 مرات، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر. أنا فريته، الآن أرجعه، لاحظ هذه جات في محلها، هذه جات في محلها، نشوف تحت، هذه جات في محلها وهذه جات في محلها. باقي الروس الآن نشوف، هذا أبيض أزرق في مكانه، حين ما نبغاه في مكانه، أبيض أزرق في مكانه، وهذا في مكانه، ما نبغاه في مكانه، هذا في مكانه، أخضر هذا أخضر، أحمر هذا أحمر، لا نبقى نغير، نقلبهم،
علشان نبدأ نعرف نفكر. يلا، أزرق أزرق، أحمر أحمر، نعيده، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر. الآن غيرنا، أخضر برتقالي، هذا أزرق أحمر، برتقالي أخضر، هذا برتقالي أخضر، هذا أحمر أزرق، هذا أحمر أزرق، صار تبادل. وأيضا اللي تحت، طيب اللي تحت لون أصفر، الظاهر عندي أصفر واحد، هذا مو أصفر، إيش نسوي؟ نقلب هذه حتى يصير أصفر أصفر، نفس اللي تحت أصفر، واضح؟ إذا قلبناها نقوم نبدل هذه اللي قلبناها اللي فريناها مع هذه المقابلة لها، نسوي القانون 3 مرات، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر. الآن نفر، فرنا، ثم نسوي بعد ما نفره نسوي القانون 3 مرات أيضا، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر. يا سلام، الآن لاحظ تحت أصفر، استوى هذا أصفر وهذا أصفر، وعندنا الوجه فوق أبيض، لازم واحد منهم يصير أبيض، نفره نفره، صار أبيض، سوي القانون 3 مرات، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، أزرق أزرق، أحمر أحمر، ونفر، ثم يكون المكعب بالكامل قد استوى. وشكرا لكم على المتابعة، وآسف على الإطالة، تقبلوا تحياتي، معكم أخوكم أبو سارة.